Sure. طبعا. Is that your question, miss? هل هذا هو سؤالك يا أنسة؟ هل هذا هو السؤال؟ Is that your question? Silence, please. Thank you. We will not. الصمت من فضلكم وشكرا. الصمت. Unless there is peace. لن نواصل إلا عندما يعود الهدوء من جديد إلى القاعة. Can we have somebody to come and present this? هل من أحد يستطيع المجيء لتقديم سؤال هذه السيدة؟ Please silence from. شكرا. من فضلكم حافظوا على الصمت. Excuse me. أرجوكم المعذرة. ليس هذا سؤال ذي علاقة بالموضوع. سنرى نحن. أذكركم أن هذا ليس مؤتمرا سياسيا، ينبغي علينا احترام سؤال السيدة. نحن ندعو شخصا آخر للتقدم وليسأل السيد ديدات. شكرا. من فضلكم حافظوا على الصمت. أطلب منكم ذلك بلطف. من فضلكم السؤال التالي لسيد ديدات. على كل واحد منكم الانتباه، لم يبق لنا سوى بعض الدقائق. إني أهيب بكم، من فضلكم إخواتي العزيزات وإخوتي الأعزاء، حافظوا على الهدوء طيلة الدقائق المتبقية. شكرا. السؤال التالي للسيد ديدات. آسفة يا سيدي. شكرا. أخواتي وأخوتي، من فضلكم، إننا ناس عقلاء، نحن هنا في كنيسة، إنها مكان خشوع، بيت لله. أهيب بكم من فضلكم، حافظوا على الهدوء وحافظوا على برودة أعصابكم، على برودة دمكم. السؤال التالي لسيد ديدات. أنا آسفة لإنجليزيتي المتواضعة، لكن آمل أن تفهموا. قلت إن إلهنا يذهب لدورة المياه ويأكل وينام ويفعل هذا ويفعل ذاك. طيب، وإلهك ماذا تعرف عنه؟ لا أعرف شيئا بخصوص الله. لعله هكذا، فكيف إلهك؟ هل هو هكذا أم لا؟ هل تعرف ذلك؟ هل ذهبت إلى السماء؟ قل لي ذلك. وسؤال آخر من فضلك. قلت إلهي، قلت إن الإله المسيحي يذهب إلى دورة المياه، يفعل هذا ويفعل ذلك، فكيف؟ إلهك إذا ارتكب خطأ هل يقبله أم لا يقبله؟ الشيعة يقولون ينبغي أن يكون النبي علي، وبالنسبة للسنة هو محمد. إذن الله يرتكب أيضا أخطاء. يا أختي، هل بإمكانك، هل تريدين؟ إذا كنت قد فهمت، لا أدري، لا أفهم شيء. من فضلكم ها هي الترجمة. بقدر ما فهمت من السؤال، فهي تسأل هل يستطيع الله أن يرتكب أخطاء؟ ذلك هو السؤال. الجواب أن الله لا يرتكب أخطاء. أخوتي وأخواتي العزيزات، لقد قدم المحاضران حججهما. القرار قراركم في تحديد أين توجد الحقيقة وأين يوجد الكذب. إنكم أخوتي الأعزاء، أخواتي العزيزات، الحكم الوحيد، إنها قضية بينكم وبين خالقكم. بالنسبة لتسجيلات هذا اللقاء ولقاء مساء أمس، متوفرة في جناح بالمقر خارج القاعة. في هذا الجناح هناك صندوق، إذا كنتم راغبين في اقتناء التسجيلات بثمن الكلفة، اتركوا أسماءكم وعناوينكم وسنتصل بكم.
شكرا أخوتي العزيزات أخوتي الأعزاء سيداتي سادتي، أشكركم على حضوركم وعلى إنجاح هذا اللقاء. السلام عليكم. May peace be with you. السلام عليكم. وآخر دعواني أن الحمد لله رب العالمين. أريد أيضا أن أشكر كل واحد منكم على حضوره هذا المساء. أذكركم فضلا عن ذلك أن الكافيتيريا موجودة بالطابق الثالث وأنها مفتوحة للذين يرغبون في مواصلة النقاش. أشكركم.